المصريين بقوا بيقلقوا أول ما يسمعوا عن اجتماع للبنك المركزي، وده لأنه معروف إن نتائج الاجتماع بتأثر على المواطنين. طب تفتكروا إيه القرارات اللي ممكن البنك المركزي المصري ياخدها في اجتماعه اللي جاي في 30 مارس؟ ويا ترى هيرفع الفايدة ولا لأ؟ وإيه السيناريوهات اللي شايفينها خبراء الاقتصاد؟ وإزاي المواطن هيتأثر بالقرارات دي؟ أنا مريم مجدي، وخليك معانا في الفيديو ده علشان تعرف إيه اللي هيحصل بالظبط. الناس كلها تعبت من ارتفاع الأسعار، وبقى ده اللي شاغل المصريين الأيام دي، وبيسألوا يا ترى هنكمل الشهر ازاي؟ وهل الأسعار دي ممكن تنزل فيما بعد ولا خلاص كده؟ ورغم ان المصريين عارفين ان اللي بيحصل ده نتيجة ان الاقتصاد المصري اتأثر بالأزمات الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم كله، زي الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نقدرش ننسى ارتفاع أسعار الدولار قدام الجنيه واللي سجل دلوقتي حوالي 30 جنيه، لكن لسه عندهم أمل إن اجتماع البنك المركزي في شهر مارس نتيجته تكون تحجيم ارتفاع الأسعار الفترة دي. والسؤال دلوقتي، هل المركزي مضطر يرفع سعر الفايدة علشان يواجه التضخم ولا لأ؟ ولو رفع الفايدة المصريين هيتأثروا ازاي؟ وعلشان كده المصريين دلوقتي مستنيين اجتماع البنك المركزي بفارغ الصبر، لأنه يعتبر اجتماع مهم جداً وهيتاخد فيه قرارات مصيرية علشان يسيطر على معدلات التضخم اللي كل يوم بتزيد، واللي وصل مستواها ل 25.8% على أساس سنوي في يناير 2023، بالمقارنة ب 21.3% في ديسمبر اللي فات. وعلى فكرة ده أعلى مستوى وصلنا له من سنة 2017 بعد التخفيض اللي حصل في العملة، وكمان خبراء الاقتصاد بيتوقعوا انه يزيد كمان الفترة اللي جاية. وفي تصريحات للدكتور كرم سلام عبد الرؤوف الخبير الاقتصادي، اتكلم عن الاثار الجانبية لرفع سعر الفايدة، وده لانها بتساعد الحكومة على امتصاص السيولة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وكمان بتساعد في تدعيم قوة الجنيه امام الدولار، خاصة بعد الانخفاض الاخير في سعر الصرف، غير كمان انها بتزود التدفقات الاستثمارية الاجنبية، وكمان بيساعد رفع الفايدة في جذب الاموال والاستثمارات غير المباشرة للسوق المالية. اما بقى الاثار السلبية لرفع سعر الفايدة، فقال الخبير الاقتصادي انها بترفع تكلفة الاقراض، واللي بتأثر على استثمارات القطاع الخاص وبتخليها أقل. لكن الخبير الاقتصادي توقع أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفايدة خلال اجتماعه اللي جاي في مارس 2023، وده بنسبة بتتراوح ما بين 1% و2%. وخلي بالك أن البنك المركزي المصري أعلن في اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفايدة، وكان القرار ده في نفس وقت قرار وقف طرح شهادات الـ 25% اللي ناس كتير شافت انه بيأكد نجاح البنك المركزي في سحب السيولة اللي كان محتاجها من السوق. ولو انت مش عارف، فحب اقولك ان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتعمل 8 اجتماعات كل سنة، الاجتماع الاول في 2 فبراير، والتاني في 30 مارس، والتالت في 18 مايو، والرابع في 22 يونيو، والخامس في 3 أغسطس، والسادس في 21 سبتمبر، والسابع في 2 نوفمبر. والاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بيكون في 21 ديسمبر. دلوقتي شاركنا برأيك في تحركات البنك المركزي الفترة اللي جاية، هيرفع فعلاً سعر الفايدة ولا هيفاجئنا للمرة التانية ويثبتها؟ وإيه العائد اللي شايفينه هيكون مناسب مع معدلات التضخم الحالية؟ اكتبولنا رأيكم في الكومنتات.